من نعم الله سبحانه وتعالى على طلاب العلم في هذا العصر أن خرجت مجموعات من الرسائل والمسائل والفصول المتفرقة في طبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه النجيب أبي عبد الله الإمام أبي عبد الله ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتب طبعا متتالية، ومنها هذا الكتاب مجموع رسائل ومسائل للإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، تحقيق محمد عزير شمس رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله علي آل سليمان الغيهب حفظه الله، من صدر الدار الخزانة الدار العمرية للنشر والتوزيع. طبعا الرسائل هذه منها تفسير سورة التكاثر، وكذلك حكم إغمام هلال رمضان وهو فصل مهم، وكذلك فتوى في كتب أبي الحسن البكري، وأيضا في كرامات الأولياء، وكذلك مسائل متفرقة وغيرها مما تجده في هذه المجموعة من رسائل ومسائل للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. طبعا قدموا للكتاب مقدمة ثم ذكروا الفصول، وهذا المجموع يحتوي على قسمين. القسم الأول تفسير سورة التكاثر، حكم إغمام هلال رمضان، وفتوى في كتب أبي الحسن البكري، وفوائد من كتاب أرسله إلى أصحابه من الحجاز. القسم الثاني، القسم الأول حققه الشيخ المحقق محمد عزير الشمس رحمه الله تعالى. والقسم الثاني فصل في تأمل ما في قصة الحزاب من الحكم والعبر، فصل في قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله إلى آخر الآية. ثم مسألة: هل الحدود كفارات لأهلها؟ ومن خرج حاجا ثم مات في الطريق هل يسقط فرضه؟ ومسألة في كرامات الأولياء هل هي ثابت بالشرع أم لا؟ ومسائل متفرقة، وهذه من تحقيق الشيخ عبد الله السليمان القيهب. طبعا كما ذكرت هي طبعا الرسائل مهمة، وخاصة حكم إغمام هلال رمضان، وأيضا في كرامات الأولياء، فهي رسائل حقيقة مهمة لشيخ للإمام ابن قيم الجوزية. كما هنا المسائل المتفرقة في الأخير، المسائل المتفرقة، طبعا يقول: في رجل به وجع ووصف له شحم خنزير وغير من النجاسات، فهل يجوز له فعل ذلك أم لا؟ الجواب: لا يجوز له فعل شيء، والله أعلم. وهكذا إذا إن علم أن فيه شفائه أن فيه شفاءه فلا بأس بذلك، وإن لم يعلم فيجوز مع الكراهة، والله أعلم. هذا في مسألة طبعا شحم الخنزير التداوي به، طبعا كذا جواب في هذه المسألة. أيضا في رجل يسرح لحيته في كل يوم في أوقات الصلوات وغيرها ويكثر من التسرح، فهل يجوز له ذلك أم لا ويكثر من التسرح؟ الحمد لله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، الترجل التسريح والغب فعله وقتا بعد وقت، فيكره الرجل أن يتابع في الأوداب بل يغب به كما قال صلى الله عليه وسلم. فهي حقيقة يعني كتاب مهم ومجموعة رسائل نفيسة تطبع لأول مرة، فجزاهم الله خيرا على هذه الرسائل والمسائل ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى.